انخفاض في يعني في الانتاجيه تقريبا من 2021 لهنا 50% ديال الانخفاض، وهذا الشيء في مناطق اخرى يعني ديال البحر الابيض المتوسط. ولهذا كان اولا منع التصدير ديال الفراك باش يبقى يتصنع هنايا وباش يبقى التمويل ديال السوق الداخلي. ثانيا هذه السنه هذه بغينا نشجعوا الاستيراد نياده باش يكون واحد الضغط على الأثمنة على الصعيد الوطني، ولكن كذلك باش المعامل المغربية تستمر في العمل ديالها باش ما يكونش يعني إشكالية ديال الاستيراد. راه بدا كاين هو دائما هو دا كاين دائما، ولكن بغينا نشجعوه بواحد يعني تنويع ديال المصادر ديال الاستيراد. لان كاين بعض الدول اللي عندنا معها اتفاقيات ما كانش فيها لي تاكس، ولكن دابا بغي حنا كنحاولوا باش نحيدوا هاد لي تاكس على البلدان الاخرين، وكذلك تسهيل ديال المساطير فيما يخص يعني المراقبه ديال السلامه الصحيه باش تكون كتسرع، وهذا باش نشجعوا يعني المستوردين باش يعني الثمن ما يتزادش. لا حنا دابا كنحاولوا باش ماشي يتزاد، كنحاولوا باش يهبط الثمن. هذا هو الاشكاليه.